السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نبتدي مع بعض تدريبات المعهد الخضر للصف السادس ابتدائي. افتح معايا كتابة صفحة 6 نشاط رقم 7 صفحة 7 على المخزن. نشاط رقم 1 حكم بخضر مفرد الشمس مشرقة كل جملة فعلية الاجتهاد يفيد الإنسان. جملة اسمية اليوم شمس ساطعة. جار ومجرور الضيف في البيت. ظرف عنون الرسول فوق الشجرة. نشاط رقم 2 تجعل كل مما يلي خبرا في جملة من إنشاء. ضروريان في الحياة من الجمل الماء والهواء ضروريان في الحياة. برعوا في العلوم مكملون العلماء برعوا في العلوم. في باطن الأرض المعادن في باطن الأرض عطاؤه وافر. المعلم عطاؤه وافر فوق المنصة. يكون الرئيس فوق المنصة. أكمل بخبر مناسب وبين نوع. المركز الطبي يعالج المرضى بنوع خبر جملة فعلية. التلميذ مجتهد بنوع خبر مفرد. صاحب الحق صاحب الحق صاحب الحق عينه قوية. يبقى خبر جملة اسمية. المعلم شرحه واضح يبقى خبر جملة اسمية. نشاط رقم 4 ممكن نكتب عليه نشاط. وكده خلصنا تدريبات كتاب المدرسة. ننتقل لحالة تدريبات الشيط. حدد الخبر وبين نوعه في مالي. الدين يسر وهنا الخبر يسر طبعا هنا الخبر مفرد. المذنب في ندم طبعا في ندم هنا الخبر شبه جملة. الظلم عاقبته سيئة طبعا الخبر عاقبته سيئة وهو خبر جملة اسمية. الكريم يرفض الذلة يبقى يرفض هنا خبر جملة فعلية. المؤمن يعيش في سعادة طبعا يعيش خبر جملة فعلية. استخدم الخبر في مآل وأعربه. ماء النيل عذب يبقى الخبر هنا عذب خبر مفرد. إعراب الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الله يحب التائبين طبعا الخبر هنا يحب خبر جملة فعلية نيجي نعرفه هنقول يحب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والفعل ضمير مستتر تبديله هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر تمام بالمبتدأ. السماء نجومها متلألئة طبعا الخبر نجومها متلألئة وهنا لما نيجي نعرفها هنعرف نجومها مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة ولا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه متلألئة خبر للمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. نيجي للجملة رقم 4 الغواصة تحت الماء. الخبر تحت الماء تحت ظرف مكان منصوب بعلامة تصريف فتحة الماء مضاف اليه مجرور علامة مجرور الكسرة وشبه الجملة هنا في محل رفع خبر للمبتدأ. رقم 3 حول الخبر المفرد إلى خبر جملة وغير ما يلزم. الجو معتدل في الربيع طبعا من الخبر هنا معتدل يبقى لما نحول الخبر جملة هنقول الجو يعتدل في الربيع. الطالبات متعاونات عايزين متعاونات خبر مفرد نحولها لخبر جملة ممكن نقول الطالبات تعاونهن مثمر. الله رحيم بعباده يبقى الله رحمته واسعة بعباده. العمل الجاد محقق الامل يبقى الخبر محقق يبقى هنا الخبر مفرد تحوله العمل الجاد يحقق الامل. حول الخبر جمله الى خبر مفرد وغير كلمه. الله رحمته واسعه يبقى الله واسع الرحمه. قلنا نعمل مقص هنجيب هنا دي مكان دي ونحول الالف واللام نحط الالف واللام مكان الايه؟ الضمير. المؤمن يصدق في حديثه يبقى المؤمن صادق في حديثه. مصر جوها معتدل يبقى مصر معتدلة الجو. المعلم يخلص في عمله يبقى المعلم مخلصا في عمله. البحر ثروته شديدة يبقى البحر شديد الثروة. الصوم يفيد الجسم يبقى الصوم مفيد للجسم. المبدعون أفكارهم متجددة يبقى لما نيجي نحولهم المبدعون متجددو الافكار.
وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه خلصنا تدريبات المنتهي المدرسه وكتاب الشيل وصلنا لنهايه حياتنا وان شاء الله في حلقه قديمه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.